ايه الملخص كده او الملاحظات اللي حضرتك خدتها عن الايام البسيطه اللي بدا فيها الدوري المصري؟ طبعا اولا يمكن البدايه في يعني انا شايف انها بدايه قويه جدا من بعض الفرق، ولكن في بعض الفرق انا شايف ان في تراجع بشكل كبير جدا. يعني لما نشوف مثلا المباراه بتاعه الاهلي والمصري، الاهلي والمصري انا لم 4-0. اتوقع تماما 4-0، خاصه ان فريق المصري الموسم اللي فات انهى الموسم بشكل الى حد ما جيد وكان ايجابي بشكل كبير جدا مع الكابتن ميمي عبد الرازق، وتوقعت انه مع الكابتن علي ماهر لما يمسك الفريق اعتقد انه كان هيبقى افضل من كده بكتير. كمان حته ان هو ينزل يعني يخسر بالاربعه دي طبعا كانت بالنسبه لي مفاجاه، ومفاجاه كبيره جدا. طبعا ده برضو يؤكد ان الاهلي عنده اسكواد رائع جدا جدا جدا، عمل صفقات اكتر من رائعه. يعني شايف ان الاهلي بقى متكامل جدا في كل المراكز وفي كل شيء، فده خلاص بيؤكد الحجة اللي كانت موجودة دايما لما فيش مهاجم صريح بقى عنده مهاجم صريح كمان. هو طبعا بقى عنده مهاجم صريح، بس لسه طبعا دي اول مباراه بالنسبه له، فلسه احنا منتظرين منه اكتر من كده بكتير. في اوقات كتيره جدا بعض الفرق ما بتعتمدش على المهاجم الصريح بشكل كبير جدا، صحيح. يمكن لاعب وسط الملعب او الوسط الهجومي يمكن بيقوموا بالدور اكتر كمان، على اساس ان هم يعني هدافين العالم كلهم دلوقتي ما بقاش هو المهاجم الصريح. يعني مثلا بنشوف صحيح. مثلا محمد صلاح هو مش مهاجم صريح، لكن هو واحد من ابرز هداف العالم مثلا. لو فده ده هنتكلم يا طبعا استاذ عبد الله كمان تحديدا بما ان حضرتك ذكرت الاهلي ومباراه المصري والاهلي، امام عاشور، لا لان امام عاشور ده حديث الاسبوع الاول من الموسم تقريبا الناس كلها تتحدث عن امام عاشور. امام عاشور على فكره من اللعيبه المميزه جدا جدا جدا، بعيدا بقى عن اهلي وزمالك كان نفسي انه يكون موجود في اوروبا، لان ده كان هيبقى مفيد جدا 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 بالنسبه للكره المصريه. امام خامه رائعه مميزه جدا جدا جدا، اضافه لاي فريق يلعب فيه طبعا، اضافه برضو لمنتخب مصر، فاحنا كنا محتاجين ان احنا يكون عندنا عناصر كتيره جدا في اوروبا محترفين بشكل كويس، فمثلا في انديه اوروبيه كبيره. يعني احنا مثلا لما بنيجي نتكلم مثلا الكره المصريه كل الناس بتشاور على مين؟ محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح بقى ايقونه بالنسبه للعالم كله، شيء رائع شيء سفير مميز مصر جدا خلاص طبعا. فانا محتاج ان انا عندي يكون مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين في اوروبا، ده طبعا بالنسبه لي انا شيء حلم بالنسبه لي ان احنا يكون عندنا على الاقل فوق ال 100 محترف في انديه كبيره في اوروبا، ده حلم بنحلم بيه كلنا، لكن نتمنى طبعا انه يتحقق في المستقبل، فلازم ان احنا يعني نفكر في الموضوع ده بشكل كبير جدا. لكن لو هنيجي لامام عاشور مع النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا بيبحث ان هو يكون نادي عالمي منافس قوي جدا جدا، سواء في كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا، البطولات اللي هي الخارجيه والداخليه اللي بيشارك فيها. الاهلي طبعا الحمد لله يعني عمل يعني صفقات اكتر من رائعه في كل المراكز، نتمنى بقى ان احنا نشوف ده كمان في كاس العالم للانديه طيب. القادم. استاذ عبد الله احنا مش بس بنتكلم بقى في الدوري المصري عن اداء لعيبه او فرق، لكن كمان بنتكلم عن جمهور عريض جدا بيحب المستطيل الاخضر طبعا او بيحب كره القدم، طبعا دي اللعبه الاولى عندنا في مصر بشعبيتها. حضرتك شايف ان النقل التلفزيوني اختلف في الدوري، التقنيات المستخدمه، نوعيه الكاميرات في النقل قدرت تقرب صوره الملعب بشكل طبعا جميل واقرب للواقع للمشاهد اللي بيتابع الماتش في البيت؟ يعني لو اتكلمنا على النقل التلفزيوني في الملاعب المصريه السنه دي اختلف عن السنه اللي فاتت واللي قبلها، دي حقيقه يعني كلنا ما ننكرهاش، لكن احنا محتاجين الاكتر كده كمان. يعني احنا لما بنشوف مثلا الماتشات في اوروبا ونقل الماتشات في اوروبا بنلاقي يعني هناك على الاقل في 24 كاميرا موجوده في الملعب بتنقل كل تفاصيل الملعب من كل الزوايا ومن كل شيء، فده احنا برضو محتاجين اكتر من كده، احنا يعني يمكن طمعين شويه، يعني احنا محتاجين يكون افضل من كده كمان، لان احنا بالعكس عندنا الامكانيات وعندنا القدرات وعندنا كل شيء ان احنا فعلا يكون النقل التلفزيوني عندنا موازي لاوروبا، موازي للدوريات الكبيره في العالم، خاصه ان احنا الدوري المصري يعني من الدوريات المهمه جدا على مستوى الوطن العربي وافريقيا، وبالذات مثلا انديه الاهلي والزمالك، يعني ده معروف ما واحده من اهم دربيات العالم، فاحنا محتاجين طبعا يكون الافضل. لكن انا اقدر اقول ان السنه دي الحمد لله لا المستوى كان مميز جدا، او البدايه مبشره، وان شاء الله يكون الافضل قادم في الفتره لان ده جزء القادمه كبير جدا من الامتاع الحقيقه. ما هو احنا الوقت يمكن يعني مش كل الناس بتروح الملعب، لا احنا طبعا بالعكس، يعني مثلا احنا الوقت مثلا عندنا كام الف بيروح الملعب، لكن يعني في الوطن العربي وفي افريقيا وفي مصر نفسها
ملايين بتقعد قدام الشاشات منتظره انها تشوف حاجات معينه زي اللي احنا بنشوفها في الملاعب الاوروبيه. صحيح. فاحنا الحمد لله يعني في نقله السنه دي، واعتقد ان الفتره الجايه هيكون نقلات اكتر وافضل ان شاء الله. واللعيبه كمان يعني يمكن الانديه دعمت صفوفها كمان بنقلات مختلفه. لو هنتكلم على رضا سليم اللاعب المغربي في الاهلي اللي شكل يعني يمكن جبهه قويه قوي مع علي معلول وامام عاشور في الاهلي، شايف ده ازاي؟ ويمكن ردود فعل الجمهور، جمهور نادي الاهلي يعني لاقت استحسان كبير تحديدا بجبهه شمال قويه تحديدا. هو عندنا بقت الجبهه الشمال قويه جدا 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 في النادي الاهلي فعلا. رضا سليم على فكره من اللعيبه المميزه، لاعب رائع، لاعب جيد جدا جدا جدا. وجوده مع امام عاشور كمان اعتقد ان ده هيفرق كتير جدا، وفي وجود مثلا حسين شحات وعلي معلول وهكذا، فلا الاهلي بقى عنده يعني الصف الاول او التشكيله الاساسيه بالنسبه للفريق مميزه جدا جدا جدا. ايضا البديل لا يقل مستوى عن اللاعب الاساسي، اذا الاهلي بقى عنده فريق متكامل. حتى لو في نوع من الاجهاد او ضغط المباريات، لا بقى عنده ان هو ممكن المدرب يعمل روتيشن. يعمل روتيشن بمعنى ايه؟ ان انا اقدر اغير في اللعيبه بحيث ان انا اريح بعض اللاعبين في مرونه يعني. طبعا. فدي بتسهل مهمه جدا بالنسبه للمدرب، لان في مدرب مثلا يقول لك انا ما عنديش الا ال 11 الاساسيين مميزين جدا جدا جدا، لكن اللاعب البديل بعيد، فدي صحيح. طبعا بتعمل ضربات كتيره قوي. لو لاعب اصيب او لاعب تم ايقافه او لاعب بيشعر بالاجهاد، انا كمدرب مش هقدر ان انا يعني ايه امشي على نفس المستوى اللي انا ماشي بيه في الدوري، فده بيعمل ضربات في فرق كتيره جدا. طب ايه رايك في الانديه الصاعده؟ يعني فوز البلديه، الجونه، وزد لا تقييمك طبعًا لادائهم ازاي وشايفهم ازاي بعد كده؟ يعني طبعا البلدية المحله بصراحه يمكن عمل مباراه انا شايف انها اكتر من رائعه، بقى له 15 سنه بعيد عن الدوري. فطبعا ان هو يرجع بالمستوى ده شيء رائع وشيء مميز جدا 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 جدا. طبعا برضو فريق زد اللي هو صعد لاول سنه للدوري الممتاز، شايف انه طبعا برضو عامل صفقات مهمه جدا جدا، لعيبه مميزه. ده بيدي يعني قوه جدا للدوري المصري، واحنا محتاجين الدوري المصري ما يكونش اهلي وزمالك بس او اهلي وزمالك وبيراميدز، في تنوع. انا محتاج ان انا يكون منافسه قويه جدا في القمه، نفس المنافسه اللي في القمه دي اللي احنا بنشوفها دايما في القاع. يعني احنا دايما السنين اللي فاتت بنشوف صراع الهبوط اقوى من المنافسه على الدوري. ليه؟ لان الدوري دايما بيبقى محسوم بدري شويه، لكن صراع الهبوط بيبقى مستمر لغايه اخر مباراه في عمر الدوري. انا محتاج ان المنافسه على الدوري تكون مستمره مع اكتر من فريقين او ثلاثه، ده طبعا بيدي قيمه كبيره جدا بالنسبه للدوري المصري. ده مش هتحصل غير لما ان احنا نشوف الأندية الشعبية والجماهيرية بالذات تكون موجودة وبشكل قوي جدا، زي مثلا احنا طبعا الأهلي والزمالك دول موجودين بشكل أساسي ومعاهم بيراميدز. أنا محتاج بقى كمان المصري والإسماعيلي والاتحاد. خلينا نتكلم على الإسماعيلي والمصري تحديدا، لأن هم السنة اللي فاتت خسروا. هل السنة دي ممكن يكون الوضع مختلف؟ أنا شايف إن هيكون الوضع مختلف، وخاصة في الإسماعيلي. الإسماعيلي السنتين اللي فاتوا كان في أسوأ حالاته. يعني دايما كان بيصارع على إن هو يعني البقاء. صحيح. ده لا يليق ايضا بكره القدم في الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي. احنا معروف الشعب الاسماعيلاوي يعني من عاشق لكره القدم، بالنسبه جمهور عريض جدا في طبعا. صحيح. وبيمشي وبيروح ورا فريقه في اي مكان، يعني الاسماعيليه بتعشق كره القدم زي السامبا البرازيليه كده بالظبط يعني. فطبعا الاسماعيلي لا يليق بيه تماما المستوى اللي هو فيه السنتين اللي فاتوا. صحيح. هو طبعا الوقت كره القدم بقت استثمار فلوس، يعني انا عندي امكانيات ماديه اقدر اجيب صفقات قويه جدا جدا، اقدر ان انا انافس. ما عنديش امكانيات ماديه اعتقد ان انا لا يمكن. احنا كنا دايما بنشوف من الاسماعيلي العكس، يعني الاسماعيلي كان هو اللي بيقدم النجوم اللي كانت بتخطفها الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك. يعني احنا بدايه الالفيه الحاليه مثلا نشوف الاهلي والزمالك خدوا نجوم كتير جدا جدا من الاسماعيلي. يعني على سبيل المثال مثلا محمد بركات، عبد الله السعيد، معوض، سيد معوض، اسلام الشاطر، النحاس، عماد النحاس، وهكذا عدد كبير جدا جدا من اللاعبين. واحمد فتحي كل دول مثلا من الاسماعيليه. اذا ايه اللي خلاهم سابوا الاسماعيليه؟ ان جالهم عروض بمبالغ كبيره جدا 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 في انديه زي الاهلي والزمالك. انا متفق مع حضرتك في ده. بس انا ما اقدرش الوم لعيب اقول له ايه اللي خلاك تسيب، لان هو جاله عقد احتراف واحنا بنشجع الاحتراف. يعني احنا كنا بنتكلم على امام عاشور، حضرتك بتقول اتمنى ان انا اشوفه في اوروبا، محترف في اوروبا. طبعا. لكن ايه الخلل اللي حصل في النادي الاسماعيلي اللي خلاه ما بيصدرش لعيبه زي ما كان في الاول؟
ما هو بيصدر ازاي؟ هو الوقت انا عشان اجيب خامه كويسه او اهتم بقطاع الناشئين انا محتاج ايه؟ امكانيات ماديه. طيب لو انا ما عنديش امكانيات ماديه ايه اللي بيحصل؟ ما بقدرش ان انا اتعاقد مع لاعبين مميزين، لان انا اللاعب اللي هو حتى يعني انا بشوفه مثلا هو عنده 22 23 سنه خامه مميزه، باجي اعرض عليه مليون، في نادي تاني بيعرض عليه ثلاثه، هيروح فين؟ فبيروح للنادي اللي بيديله مقابل مادي اعلى. او بمعنى اصح الاهلي والزمالك كمان لما بيدخلوا في اي صفقه اي واحد بيبقى حلم حياته ان هو يلعب في الاهلي او الزمالك. صحيح. ودي دي يعني معروفه تماما في مصر بالذات. فدي ازمه كبيره جدا بيعاني منها النادي الاسماعيلي. النقطه الثانيه احيانا بيبقى عنده لعيبه مميزه، يعني السنه اللي فاتت مثلا كان في معاناه بالنسبه للعيبه، بالنسبه لعقود اللعيبه، اللعيبه ما حصلتش على مستحقاتها طوال الموسم. اذا ده طبعا بيعمل ضرب كبير جدا، خلل اللاعب برضو عنده التزامات عنده حياه. طيب احنا لو كنا بنتكلم عن الازمات هنتكلم شويه عن الزمالك وازمه القيد داخل نادي الزمالك، والحقيقه امبارح كان في مباراه قمه وتم فيها التعادل بين الزمالك وبيراميدز. حضرتك شايف الازمه دي ازاي وممكن تتحل ازاي؟ الازمه دي يعني اولا نادي الزمالك بيعاني من ازمه كبيره جدا من السنه اللي فاتت، ازمه ماليه. اللعيبه لغايه الوقت يمكن في ليهم باقي مستحقات من الموسم اللي فات ما خدوهاش، بالاضافه لمقدمات العقود. دي طبعا ازمه كبيره جدا 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 في عالم كره القدم وبالذات في نادي كبير زي نادي الزمالك. ازمه الزمالك ماديه بحته، بمعنى اولا عنده قضايا في الاتحاد الدولي كتيره جدا وغرامات ماليه كبيره جدا جدا جدا. انا عشان احل اول حاجه لازم احلها ازمه القيد، ان انا لازم اجيب صفقات. الزمالك محتاج دعم الصفوف، محتاج دعم الصفوف في كل المراكز بدايه من حارس المرمى الدفاع والهجوم. صحيح. اذا انا عشان احل الازمه دي الازمتين ان انا انهي القضايا اللي موجوده في الاتحاد الدولي لازم مقابل مادي كبير جدا. كل نادي ليه مستحقات او كل لاعب ساب الزمالك وليه مستحقات ماليه لازم يحصل عليها على اساس ان انا انهي الازمه وارجع تاني اقدر ايد لعيبه. صحيح. فاذا الازمه ازمه ماليه. النقطه الثانيه الأزمة الأكبر برضو الإدارة، إن أنا دلوقتي مجلس الإدارة اللي فات مشي، بقت لجنة موجودة، اللجنة الموجودة ما معهاش العصاية الصحية. عارفين الأزمات دي كلها، ورغم تمام. الأزمات دي يمكن إمبارح شفنا أوسوريو قدم مستوى إلى حد ما متماسك، يعني كان مرضي إلى حد ما برضو لجمهور نادي الزمالك بالأمس، لأن كانت التوقعات مختلفة تماما عما رأينا. تمام. شفت مباراة إمبارح إزاي؟ أولا شفت مباراة الزمالك إمبارح إزاي؟ يعني إذا كنا هنتكلم عن أوسوريو، لا أنا شايف إن في أخطاء كبيرة جدا جدا من أوسوريو. اول حاجه انا لعبت المباراه اللي هي بتاعه الكونفدراليه بتشكيله معينه، لما جيت شفت مباراه امبارح لقيت تغييرات جذريه تماما في الفريق. صحيح. مفيش غير محمد صبحي والمسلوسي هم الموجودين في الفريق من 11 لاعب، اذا 9 تغييرات مره واحده في فريق، ده اعتقد انها ما بتحصلش في اي فريق في العالم. البدايه كانت خاطئه جدا 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 جدا، كان من الممكن بيراميدز يستثمر مثل البدايه الأخطاء. دي ويقدر ان هو يعمل سكور عالي جدا، يعني يقدر يحرز هدف واثنين وثلاثه بحيث ان هو يقتل المباراه تماما، واعتقد ان دي كانت ممكن تبقى ضربه قاضيه بالنسبه للزمالك ان هو يخسر بنتيجه كبيره جدا قدام بيراميدز في افتتاحيه الدوري مع الازمات اللي موجوده، اعتقد دي كان هيبقى ضرب كبير جدا. صحيح. صحح اوضاعه في الشوط الثاني، ويعني ده الشيء الجيد ان هو قدر يصحح اوضاعه بالتغييرات في الشوط الثاني باربع تغييرات مع بدايه الشوط، والتغيير الاخيره اللي هي كانت شيكابالا التغييره الخامسه، قدر ان هو يستعيد زمام المباراه، يقدم مباراه الى حد ما جيده بشكل كويس جدا، وكان طمعان في المباراه وممكن كان يفوز بمباراه الامس. فانا شايف ان اوسوريو اتمنى ان هو يسعى الى حد ما الى تثبيت التشكيل شويه، التغييرات الكتيره قوي بالنسبه للفريق اعتقد ده ضرب كبير جدا جدا جدا. نتمنى بتضر اكتر مما بتفيد. طبعا ده مهم جدا. نيجي بقى على الجانب الاخر بيراميدز. بيراميدز انا توقعت امبارح هيقدم مباراه كبيره جدا، عنده كل الصفوف متكامله في كل المراكز، عنده لعيبه مميزه يعني لا تقل عن مثلا الاهلي، لانه يعني عنده فعلا تشكيله رائعه. ازاي انا الشوط الاولاني ما استثمرش يعني السيطره الكامله دي ان انا اقدر احرز اكتر من هدف؟ وعشان كده دايما بنقول ان التوقعات في كره القدم هي لا تتخطى كونها توقعات، وكره القدم لا تعرف سوى الاهداف. وبالامس اعتقد يعني شفنا اداء الى حد ما مرضي برضو، واقول ليه جمهور نادي الزمالك الذي طبعاً يعاني ويمر بازمات عديده ويمكن تخيب للامال لجمهور بيراميدز. بنشكر حضرتك يعني الناقد الرياضي الاستاذ عبد الله خاطر، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا. شكرا فندم. شكرا.